مشروع الدستور الجديد الذي تتم صياغته حاليا في مصر بعد الثورة لا يزال مثار جدل بين الساسة والمشرعين، صراع سياسي تفجر إثر وصول التيار الإسلامي إلى سدة السلطة في البلاد، شد وجذب حول بعض بنود الدستور وشرعية الجمعية التأسيسية الحالية التي تتولى صياغته، جمعية يطعن البعض في شرعيتها بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي ببطلان البرلمان الحالي. معركة انتقلت إلى ساحات القضاء بالنظر في الطعون المقدمة لحسم الخلاف في ظل عدم التوافق بين القوى السياسية. قوى ترى أن الدستور الذي يجري إعداده سينتهي به المطاف بصبغة إسلامية تقيد الحريات. القضاء المصري أجل النظر في القضية إلى 9 من الشهر الحالي لكسب مزيد من الوقت للإطلاع على المذكرات. حتى الآن الجمعية الدستورية حققت بعض التقدم، لم يتم الانتهاء من مشروع كامل للدستور بعد، وما زلنا ننتظر ذلك. المؤشرات ليست إيجابية بالنسبة للقوى الليبرالية أو الأحزاب الليبرالية في مصر. تأجيل اعتبر البعض أن الهدف منه إتاحة الفرصة للجمعية الحالية للانتهاء من كتابة الدستور الجديد وفرض أمر واقع على الجميع، بينما يرى آخرون وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة الإسلامي أن الجمعية الحالية تعد دستوراً سيخرج إلى النور كما يريده الشعب المصري. صفحات كتبت حتى الآن وتنتظر أن نكملها لنقدم دستور مصر كما كتبه الشعب المصري. جدل لا يبدو أنه سينتهي قريباً، فالمواقف متباعدة بين التيارات السياسية الموجودة على الساحة، ولا يوحد بينها سوى الإصرار على عدم تكرار تجربة الماضي من خلال الحفاظ على مبادئ الثورة.